لذلك لابد من أخذ دروس من أجل تفادي هذه الحوادث مستقبلا في جميع الأسر في المغرب أو خارج المغرب. دعني دكتور طيب حمدي أرحب بالأستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة محمد الخامس دكتور محمد الطليسان. دكتور محمد، نتحدث عن خمسة أيام ليتم بعدها إخراج الطفل ريان، هل هذه الفترة الزمنية عادية تحدث أم كان بالإمكان تسريع الوتيرة بشكل أكبر برأيك بالنظر للمعطيات الموجودة عليها؟ في الواقع أننا دخلنا في مرحلة يعني دزنا من تجربة فريدة من نوعها ولم نكن يعني نخالها على المستوى القريب أو البعيد، وإذا بنا وجدنا أنفسنا أمام حادثين وهو سقوط طفلنا ريان في بئر، وليس في بئر بل في سبر، يعني ان سونداج، يعني بئر ضيقه جدا لا يتعدى قطرها 30 سنتيمتر في الاعلى وفي 20 سنتيمتر في الاسفل، وبالتالي سقط في مجال كما قلنا في السابق مجال او طبيعه معقده جدا طبوغرافيا وعلى المستوى الجيولوجي وعلى المستوى التكوين السطحيه، بحيث لاحظتم من خلال ما تبين بعد الحفر الخندق أن هناك على الأقل مستوى كبير، مستوى تربة محمرة نسيجها الحبيبي غير متجانس فيها الجليمين وغيرها من القبيل، وهي تربة على سفح ذو انحدار قد يصل إلى حدود 40% على مستوى الانحدار، وبالتالي قابلة لكي تتحرك من أعلى إلى أسفل، وهي أصلا مواد متحركة من أعلى إلى أسفل ما جاء تراكم عند قدم السفح، ثم تحته بنية جيولوجية كما قلنا في السابق تنتمي للزمن الأول، وهي عبارة عن شيست صخر وريقي أصله طيني رسوبي قبل أن يتحول إلى صخر شيستي أو نضيدي، ولهذا وجدنا أن البيئة كلها تبدو هشة، إضافة إلى أننا ولحسن حظنا الهشة تتأتى أيضا من كون المجال سكنه كثير واستعمال أتربته ومجال كبير، غطاء النبات أصبح متباعدا ومجال رطب بامتياز كبير. لحسن حظنا لا نقول هذا وإنما لن نتمناه مستقبلا، وأن سنة وهذا الفصل بالخصوص جاء جافاً، لهذا وجدنا تربة متصلبة إلى حد ما وغير مبللة بالماء حتى تنزلق أو تتحرك بأشكال متعددة كما هو الأمر في الريف دائماً. ثم ثانياً وجدنا أن المستوى المحمر ليس سميكاً بدرجة كبيرة، بحيث تمكن الحفارون إلى وصول إلى القاعدة الشيسية التي هي بنية ثابتة، وعندها تمكنوا من الحفر بحيث لم يكن من المستطاع أن نسعى أكثر من اللازم، لأن كما قلت في السابق أدوات التي استعملت لم تكن هينة، جرفات كبيرة جدا لها إمكانية أن تحفر بأمطارا على مستوى 20 إلى 15 متر في اليوم الأول، ولكن عندما وصل إلى البنية الجيولوجية وعندنا مشكل أن الحفرة التي وجد فيها طفلنا ريان ذات حساسية كبيرة، ولهذا كان رفق في الحفر من أجل أن يظل طفلنا حيا كما خرج الآن. نحن الآن سعداء جدا أنه خرج حيا، على أي حال لسنا ندري كيف هي وضعيته الصحية وما هي الردود التي تعرض إليها على مستوى الكسور وغيرها من قبيل خارجية وداخلية، ثم بالطبع وهو عاش في خمسة أيام بدون ماء ولا أكل، هذا شيء كبير يعني عانى منه طفلنا، على أي حال لسنا ندري إن كان يعيشها وهو وعي أو ربما فقد